25 راميا موزعين على 5 فرق من الجيش الوطني، الدرك الوطني إضافة إلى الجمارك والتجمع العام لأمن الطرق، يشاركون في منافسات هذه البطولة الخاصة بالرماية التقليدية المنظمة من قبل الإدارة العامة للجمارك ضمن الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للجمارك المخلد هذا العام تحت شعار تشجيع تبادل المعارف وتدعيم الاعتزاز بالمهنة الجمركية. البطولة التي جرت بحقل الرماية بمقاطعة تجنين في ولاية نواكشوط الشمالية أشرف على منافساتها مدير التفتيشات بالإدارة العامة للجمارك المفتش الرئيس علي مالك تاكيتي بمعية مدير المصادر البشرية والوسائل المفتش الرئيس سليمان ولحظي وبحضور عدد من قادة الفرق المشاركة. وقد تميزت البطولة بتنافس قوي على نيل اللقب بهذا الحقل الذي تبارى الرماة فيه على إصابة الأهداف من مسافة 200 متر وذلك وفق نظام الفرق. خلدت الإدارة الجمركية الموريتانية وقطاع الجمارك هذه المناسبة وهذا العيد بعدد من الأنشطة من بينها هذا الحدث المهم والهام الذي جمع الجيش والدرك تجمع أمن الطرق والجمارك في هذا الحفل وله هو الرماية. هذه مناسبة لي باسم مدير العام للجمارك أن أهني الجميع، أهني الشعب الموريتاني وأهني كل السلطات العسكرية والشبه عسكرية بهذه المناسبة. ختام البطولة تميز بتقديم الجوائز للفرق الثلاثة الأولى حيث نال فريق الجمارك منظم البطولة لقب الدورة بعد تمكن رماته من حصد 5 إصابات تلاه فريق الجيش الوطني في المركز الثاني برصيد 4 إصابات ثم فريق التجمع العام لأمن الطرق الذي حصد رماته 3 إصابات خلال هذه البطولة.